التمديد انا ما بسكت. مرشح دائرة ثلاثة، دائرة ثلاثة، يوم انتخاب رأي كاين علاقة ربط مدينة المجلس القديم والمجلس الجديد، يعني نفس الوجوه كتكرر. اش حنا نستنكرو غياب الكفاءات، مجموعة من الأساتذة، مجموعة من المثقفين، مجموعة من الموجهين ما كيتواجدوا في المكتب. هذا عار، ربما هذا عار على الساكنة. الساكنة كانت كتطمح لما هو أكثر لما هو أفضل. الآن الساكنة نفس الوجوه كتكرر، فنحن نستنكر. كتلقى الكاتب مجلس، نائب مجلس، نائب اول، نائب ثاني، نائب ثالث، يعني بدون مستوى وغياب الكفاءات، غياب مستويات. اليوم تم انتخاب ما تغير والو، طلعوا الناس جداد. كنتمنوا ان تكون شي حاجه جديده وتكون رؤيه موحده وتسير، ويكون الهدف ديال المجموعه هو تسير الجامعه وتنميتها. فاذا بما كنصادموا بوجود مجموعه من يعني اشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءه ولا القدره ولا يعني اقصاء الكفاءات من تسير، وظهور يعني اشخاص متحكم في الوحدات. هذا بالاضافه الى طريقه تكوين المجلس والكوله صراحه اجهاز الاعضاء، وهذه ممارسات يجب القطع معها. نحن في سنه 2021، يعني توخى كنا نطمح الى التغيير والى وجود فريق متناسق يسار على تسيير الجماعه. شكرا.